حراك أمريكي دبلوماسي ضخم في الشرق الأوسط يقابله استعداد عسكري مهيب لحرب كبرى تبدأ من غزة ولا تنتهي في لبنان، وألاف الجنود الأمريكيين باتوا رهن إشارة قياداتهم. الأسطول السادس لديه 21 ألف جندي لربما تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية كاملة. الآن الجنود في البحر في شرق البحر المتوسط الأمريكية بالألاف، بالإضافة إلى حاملات الطائرات والمدمرات، هناك سفن إنزال وهناك سفن برمائية أو مراكب برمائية للإنزال، وهناك إلى الآن تم حشد 1500 عسكري من الدلتا فورس والوحدة المجوقلة 101 على الأرض. في لبنان تنشط السفيرة الأمريكية دوروثي شيع على جبهة توصيل الرسائل لحزب الله، سواء عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أو عبر اللواء عباس إبراهيم الذي التقطه بشكل عاجل وغير محضر الأحد المنصرم. وعلم سبوتشوت من مصادر خاصة بأن هذا اللقاء لم يكن التواصل الأول للواء إبراهيم مع الأمريكيين بشأن التطورات الراهنة، فهو كان في فرنسا الأسبوع الماضي وتلقى أكثر من 3 اتصالات من مسؤولين أمريكيين. الرسالة الأمريكية الأبرز كانت تحذير حزب الله من مغبة دخول الحرب أحسن لن، في وقت أن رد الحزب دائما ما يكون لسنا حرس حدود ولا نعطي ضمانات لأحد. وتشير معلومات سبوتشوت إلى أن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان سمع من أمين عام حزب الله حسن نصر الله بأنه مستعد للحظة المعركة، ولكن ما هو العمل الخطير الذي تحضره أمريكا عسكريا خلافا لما يشاع؟ كل العالم عم تتكلم عن سيناريوهات لربما الغزو البري. هذه المعلومة بأن ما تحضر له أمريكا هو غزو بحري أكثر منه غزو بري، يعني وجود حاملات الطائرات التي بدأت بجيرالد فورد ومن ثم تتبعها إيزنهاور ومن ثم لاحقا نيمتز، والمدمرات من نيوجيرسي إلى يو أس أس كول ربما، ودعم الأسطول السادس من قبل الأسطول الرابع المتحرك في العالم، يعني الأمريكان يحضرون لحرب وحرب كبرى في حال فشل كامل المفاوضات والشروط. من سنة تقريبا قام الأمريكيون والإسرائيليون بمناورة مركبات النار في قبرص على كيفية اجتياح لبنان وغزة من البحر. في السياق تشير مصادر مطلعة لسبوتشوت إلى أن أمريكا تسعى لكبح العملية البرية في غزة كي لا تنجر الأمور إلى منزلق خطير قد يكون شرارة حرب عالمية. فماذا ينتظر أمريكا وإسرائيل إذا وقعت الواقعة وامتدت الحرب إلى لبنان؟ نحن بنعرف أن المقاومة تنتظر ساعة الصفر والتوقيت المناسب للبدء بالمعركة، أن المقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان مستعدة لأن تلحق الهزيمة، وسيكون الكارثة الكبرى عندما تقوم تنظيمات مقاومة مثل المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية بإغراق البوارج الحربية الأمريكية على الشواطئ وبإلحاق الضرر الجسيم بحاملات الطائرات. أمريكا ستفاجأ بعناصر القوة الموجودة وبالاختراقات السبرانية لدى المقاومة، مما سيجعلها ستتراجع في اللحظة الأولى. وخلينا نشوف بأن الروسي سيدعم مباشرة ويرد الصفعة للأمريكي في أوكرانيا، سيردها هنا هو ضد أمريكا وحلف الناتو. حمي أفاد عبر سبوتشوت بأن الجو الغربي بدأ يدرس مدى أهمية وجود دولة إسرائيلية، في وقت تسعى أمريكا لتعزيز التفوق الأمني الإسرائيلي بهدف تصفية ما تبقى من فلسطين وثم التفرغ للبنان. فهل اقتربت لحظة الحسم العسكري أم أن الدبلوماسية ستعيد الاستقرار للمنطقة؟